هذا الولاد انولد بدون أطراف في حرب 2008 أيام الفسفور. شم طم فيه فسفور وانولدت زيك الحمد لله. وهي اجت الحرب، بقيت مقضي يعني أيام في الشمال في منطقتنا يعني كويس، وأطلع وأنزل، بقيت أروح على المدرسة كلش وقت بفرش جاي وأرسل. واجت الحرب وهينا نزحنا وين على الدير، عمرها ما بتساعدني إذا ما قدرتش يعني. بس انا خلاص باكل في رجلي وبشرب كل شيء، بسوي وبمشط وبرسم كل شيء، بعمل السلطة ايش بقى بعمل. ايه؟ تمام، بعد كده يعني. طب احنا تعلمنا.